بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد في مشاركتي مع شركة البترول الوطني الكويتية في محاضرة عن الصحة النفسية، خاصة في اليوم العالمي للصحة النفسية. راح نرفع الوعي بإذن الله للمجتمع عن الصحة النفسية، وهذا هذا اللي قاعد نحاول نوصله للناس، اللي هو أن يزيد عندنا الوعي النفسي بإذن الله، وتقل عندنا المضاعفات النفسية في المجتمع. اليوم طبعاً اخترنا جانب من المواضيع المهمة اللي تخص طبعاً وش المرضى، كل العامة اللي موجودين، كل العاملين في شركة البترول الوطنية، والجانب النفسي، عشان كذي اخترنا فن التعامل مع الجانب النفسي.